خلوني بقى نرجع معاكم دلوقتي ونشوف متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر البيع 19 جنيه 33 قرش وسعر الشراء 19 جنيه 26 قرش، اليورو 19 جنيه 35 قرش للبيع 19 جنيه 27 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 22 جنيه 31 قرش للبيع 22 جنيه 21 قرش للشراء، فرانك سويسي 19 جنيه 86 قرش للبيع 19 جنيه 77 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه 78 قرش للبيع 2 جنيه 76 قرش للشراء، الريال السعودي 5 جنيه و14 قرش للبيع و5 جنيه و12 قرش للشراء، الدينار الكويتي 62 جنيه 65 قرش للبيع 62 جنيه 39 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه 26 قرش للبيع و5 جنيه 24 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 955 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1114 جنيه، عيار 24 سجل 1273 جنيه للجرام، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 8912 جنيه. بكده طمنا حضراتكم عن أسعار صرف العملات وكمان أسعار الذهب النهاردة. هرجع مرة تانية لأحمد بسنت عشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.